من أخطاء الناس أيضا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطأهم في تقدير العجز عنه. تجد أن من الناس من يتذرع بأنه عاجز ليست لديه قدرة، ما عنده قدرة على الأمر والنهي، فيقول أنا لا أقدر، لا أستطيع ذلك، ليست عندي القدرة على ذلك. والقدرة هي شرط في الأمر في الأصل، الأمر تشترط فيه حتى يأمر القدرة على الأمر، والقدرة ضدها العجز، والعجز المعتبر الذي يسقط به الوجوب نوعان، فهنالك عجز حسي حقيقي، وهنالك عجز معنوي أو حكمي، هنالك عجز حسي وهنالك عجز حكمي. قبل أن أفصل في هذا الكلام الذي سوف أذكره الآن فيما يتعلق بالقدرة، في أي درجة من درجات الإنكار؟ في اليد واللسان بس طبعا، لأن الإنكار بالقلب هذا فرض لا تدخل فيه مسألة العجز، لا يتصور أن الواحد يعجز عن الإنكار بقلبه، ولا يتصور أنه يخاف حتى من الإنكار بقلبه، هذا شيء غريب إذا تصور ذلك، وإنما الكلام عن إيش؟ عن الإنكار باللسان والإنكار باليد. العجز الحقيقي هو فقدان الآلة التي ينكر بها بلسانه أو بيده، يعني يكون أخرس مثلا، هذا عجز إيش؟ عجز إيش؟ حقيقي حسي، ما عنده لسان يستطيع أن يتكلم به وينكر المنكر بلسانه مثلا، أو يكون أشل ما يستطيع أن يدفع ولا يستطيع أن يمسك ولا يستطيع أن يتوعد، لأنه أشل ليس قادرا على التغيير بإيش؟ بإيش؟ باليد، هذا عجز حسي.